سائرون نحن على درب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ونحن نعيش هذه الذكرى الأليمة، ونحن نعيش هذا المصاب الجلل، هذه المصيبة التي تجعلنا نتعايش معها بروحنا بكل ما نملك من حواس. نعم، ها نحن اليوم نلف في مقابر البحرين ونعزز وجود هذا العلم الذي يرفرف على قبور الشهداء، وهذه الفعالية ندشنها لأول مرة بما يتعلق برابطة عوائل الشهداء. نحن الآن أمام قبر الشهيد محمود الجزيري، ومعنا جميع آباء الشهداء المتواجدين معنا الآن، وهناك طواقم أخرى من آباء الشهداء وعوائل الشهداء تلف جميع مقابر البحرين لتجعل هذا العلم يرفرف بشعاره المدوي يا لثارات الحسين.